بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تحياتي معكم الأستاذ جهاد الشامصطي، واليوم إن شاء الله رح نتكلم عن درس تمدد المواد بالحرارة، اللي هو في وحدة الحرارة، الوحدة الثالثة من منهاج الفيزياء للصف العاشر. الفلزات المختلفة تتمدد بمقادير مختلفة، وأنا بتكلم عن تمدد الفلزات، وذلك عند تسخينها، والزيادة بتكون إما في طول الجسم أو مساحة سطح الجسم أو في حجم الجسم. على ذلك يمكن تعريف التمدد هو عبارة عن الزيادة في أبعاد الجسم نتيجة زيادة درجة حرارته. أبعاد الجسم اللي هي طول الجسم ومساحة سطح الجسم وحجم الجسم. نتكلم عن التمدد الطولي. طبعا التمدد الطولي يحدث للمواد الصلبة، وممكن كمان المواد الصلبة يحدث لها تمدد سطحي، ممكن يحدث لها تمدد حجمي. أما السوائل والغازات فقط يحدث لها تمدد حجمي. كمان مرة، المواد الصلبة يحدث لها تمدد طولي وتمدد سطحي وتمدد حجمي، أما الغازات والسوائل يحدث لها فقط تمدد حجمي. احنا رح نتكلم عن التمدد الطولي للمواد الصلبة، يعتمد على ثلاث عوامل. العامل الأول الارتفاع في درجة الحرارة، التغير في درجة الحرارة، الطول الأصلي للجسم، وأخيرا نوع المادي. ونوع المادي بنعبر عنه بما يعرف بمعامل التمدد الطولي، معامل التمدد الطولي. عشان نربط هاي الثلاث عوامل بقانون، القانون أمامنا، لام 2 ناقص لام 1 يساوي ميم دال اللي هي معامل التمدد الطولي، لام 1 اللي هي الطول الأصلي والتغير في درجة الحرارة. بقدر أكتبه بالطريقة هاي، دلتا لام التغير في طول الجسم أو الزيادة في طول الجسم يساوي معامل التمدد الطولي ضرب لام اللي هي الطول الأصلي ضرب دلتا دال التغير في درجة الحرارة. ممكن نعرف ميم دال اللي هي معامل التمدد الطولي، معدل الزيادة التي تطرأ على وحدة الأطوال من المادة عندما ترتفع درجة الحرارة درجة سلسيوس واحدة، ويقاس معامل التمدد الطولي بوحدة واحد لكل سلسيوس. واحد لكل سلسيوس. بالكتاب معطينا جدول، طبعا الجدول موجود فيه بعض قيم معامل التمدد الطولي. زجاج البايركس 3.2 ضرب 10 قوة سالب 6، وهذا بفسر لنا لماذا يتم استخدام الزجاج البايركس في الطهي في البيوت. معامل التمدد الطولي له 3.2 ضرب 10 قوة سالب 6. الحديد 11 ضرب 10 قوة سالب 6. بالنسبة للقانون اللي كتبناه اللي هو لام 2 ناقص لام 1 يساوي ميم دال ضرب لام 1 ضرب دال 2 ناقص دال 1، بالكتاب حكينا أنه لام 2 هي الطول عند درجة الحرارة العليا، لام 1 هي الطول عند درجة الحرارة الدنيا، ميم دال معامل التمدد الطولي، لام هي الطول الأصلي للجسم، ودال 2 درجة الحرارة العليا، ودال 1 درجة الحرارة الدنيا. زي ما قلت دال 2 ناقص لام 1 نقول الزيادة في طول الجسم، الزيادة في طول الجسم. منا تطبيقات مهمة جدا على معامل التمدد الطولي، وهذه التطبيقات على التمدد الطولي للمواد موجودة بحياتنا وبنشوفها في حياتنا اليومية، موجود هذا الكلام بالكتاب. التطبيق الأول اللي هي ترك فراغات بين قضبان سكة الحديد عند تركيبها في فصل الشتاء. ليش بنترك فراغات بين قضبان سكة الحديد عند تركيبها في فصل الشتاء؟ عشان نحافظ على مسافة معينة بين القضيب والآخر، عشان لما يتمددوا بفصل الصيف ما يصير تقويس لسكة الحديد. 2. جعل أسلاك الكهرباء والهاتف مرتخية عند تركيبها صيفاً، عشان لما تشتد بفصل الصيف يتقلص طولها بفصل الشتاء ما يؤدي إلى انقطاعها. كمان عندنا الشريط ثنائي الفلز اللي بنسميه اللي موجود في منظم الحرارة الثيرموستات، هذا مستخدم داخل المكواة والسخان الكهربائي. إذن هاي تطبيقات على التمدد الطولي للمواد بنلمسها في حياتنا اليومية. نشوف معنا مثالين مهمات جدا عن التمدد الطولي للمواد. المثال الأول موجود مثال 4 في الكتاب. سلك من النحاس طوله 3 متر في درجة حرارة 20، سخن إلى درجة حرارة 50 فأصبح طوله 3.0015 متر، احسب متوسط معامل التمدد الطولي للنحاس. طبعا القانون اللي معي أنا لام 2 ناقص لام 1 يساوي
معامل التمدد الطولي ضرب الطول الأصلي ضرب دال 2 ناقص دال 1. المجهول عندي هان معامل التمدد الطولي. طبعا لام 2 اللي هو الطول عند درجة الحرارة العليا، وبقول كانت درجة الحرارة 20 كان طوله 3، لما سخناه لدرجة حرارة 50 أصبح طوله 3.0015. إذن لام 2 هي عبارة عن 3.0015 ناقص الطول الأصلي عند درجة الحرارة الدنيا كان 3 يساوي معامل التمدد الطولي بدنا إياها، الطول الأصلي 3 ضرب التغير في درجة الحرارة 50 ناقص 20، كانت 20 صارت 50. طبعا لما بنقص هذول الرقمين من بعض بيطلع معنا 15.00 فاصلي يساوي معامل التمدد الطولي ضرب 3 ضرب 50 ناقص 20 30، ومنها معامل التمدد الطولي يساوي 15.00015 تقسيم 90، بيطلع معنا جواب 16.67 ضرب 10 قوة سالب 6 1 لكل درجة سلسيوس. هذا معامل التمدد الطولي في المثال 4 صفحة 100. في معنا سؤال بالأخضر، مهم جدا السؤال، شوف السؤال ونناقشه. السؤال بيقول كالتالي: قضيبان من الحديد طول كل منهما 5 متر وفي درجة حرارة 10 درجة سلسيوس. عندنا قضيب الأول طوله 5 متر، قضيب الثاني نفس الشيء أيضا طوله 5 متر، درجة حرارة هان 10 درجة سلسيوس، درجة حرارة القضيب الثاني 10 سلسيوس، والاثنين مصنوعات من الحديد نفس المادة. بقول إذا سخن السلكان أو القضيبان إلى درجة 80 درجة سلسيوس، إذا سخناهم إلى درجة 80 درجة سلسيوس، كمان القضيب الأول مثبت من طرف ونهان والقضيب الثاني مثبت من طرف ونهان، الطرف الحر اللي في النص هان متروك مش مثبت وقريبان جدا من بعضهم البعض، بسأل عن المسافة اللي بدها تكون بين القضيبين بحيث إذا سخنا السلكين إلى درجة 80 درجة سلسيوس قديش المسافة بدها تكون بين السلكين حتى يتلامس القضيبان أو السلكان. طبعا فكرة حل السؤال: عندنا القضيب الأول درجة حرارته 10، لما سخناه لدرجة 80 طبيعي راح يصير زيادة في طول القضيب، الزيادة في طول القضيب الأول هي نفسها راح تكون الزيادة في طول القضيب الثاني. ليش؟ لأن القضيبين من نفس المادة حديد حديد، الاثنين نفس الطول الأصلي 5 متر 5 متر، والاثنين على نفس درجة الحرارة وتم تسخينهم لنفس درجة الحرارة، فإذا زاد مثلا القضيب الأول 5 سنتي الثاني راح يزيد 5 سنتي، معناته المسافة بين القضيبين راح تكون الزيادة من القضيب الأول والزيادة من القضيب الثاني. أنا بحسب الزيادة من القضيب الأول وهي نفسها زيادة من القضيب الثاني، هذه بتكون المسافة اللي لازم نتركها بين القضيبين. على القانون دلتا لام تساوي ميم دال معامل التمدد الطولي ضرب الطول الأصلي ضرب دلتا دال التغير في درجة الحرارة. دلتا لام اللي هي الزيادة في طول القضيب، وأنا هذا اللي بدي إياها، الزيادة في طول القضيب الأول. دلتا لام تساوي معامل التمدد الطولي للحديد 11 ضرب 10 قوة سالب 6. منين بجيبها هاي؟ من الجدول الحديد، معامل التمدد الطولي 11 ضرب 10 قوة سالب 6. إذن معاي أنا قيمة التمدد، معامل التمدد للحديد. الطول الأصلي حكي لي إياه بالسؤال 5 متر لأنه قال لي كان طول قضيب الحديد 5 متر، ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هي كانت 10 وصارت 80، إذن 80 آسف مش واضح الصورة، كانت 80 ناقص 10. كمان مرة دلتا لام اللي هي الزيادة في طول القضيب الأول تساوي معامل التمدد الطولي ضرب الطول الأصلي 5 والتغير في درجة الحرارة 80 ناقص 10. لما بدي أحسب الزيادة في طول القضيب الأول بعد ما ضرب 11 ضرب 10 قوة سالب 6 ضرب 5 ضرب 70 بيطلع جواب معي 3.85 ضرب 10 قوة سالب 3 متر، هذا طول الزيادة اللي زادها القضيب الأول. لما بدي أحسب للقضيب الثاني راح يطلع نفس الجواب
معناته المسافة بين القاذبين ظهر الرقم اللي هي الزيادة في طول القاذب الأول والزيادة في طول القاذب الثاني. إذا المسافة اللي بدي إياها هذا الرقم مرتين، يعني 2 ضرب 3.85 ضرب 10 قوة سالب 3، بيطلع معاي الجواب 7.7 ضرب 10 قوة سالب 3 متر. هذه المسافة بين القاذبين. طبعا تقدر تكتبها بدون ما يكون في فاصلة، اللي حرك الفاصلة 3 خطوات لليسار، 7.1.2.3 فاصلة متر. هاي المسافة بين القاذبين. هذا فيما يتعلق بالتمدد الطولي للمواد الصلبة. إن شاء الله الحصة القادمة نتكلم عن التمدد الحجمي. يعطيكم العافية.